السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير حبايبي. دي رسالة الملائكة ليكم النهاردة، رسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت. رسالة النهاردة بتقول انك انسان بتشعر بالوحدة من جواك، نفسك في ارتباط، نفسك في علاقات تكون حقيقية، نفسك في سعادة، ودي حاجة مخلياك شاعر بانك دايما بالوحدة ودايما تعيس. انا عايزك تخرج من التعاسة دي يا صاحب الرسالة، او تخرج من الطاقة اللي انت فيها دي، علشان انت فعلا هتلاقي الناس الحقيقيين اللي هيرتبطوا بيك باذن الله، وهتلاقي السعادة في الارتباط باللي حواليك. حاول انك تصادق الناس الحقيقية، حاول انك تلاقي الانسان اللي فعلا يقدر قيمتك ويقدر انت ايه، لانك انسان فعلا جميل من جواك وانسان نادر الوجود. ولكن الوحدة اللي انت شاعر بيها دي ممكن من انك دايما منطوي على نفسك، او مثلا ما فيش ليك شريك، او مثلا اللي حواليك وحشين لدرجة انك مش قادر انك تصاحب حد فيهم. ممكن انك مثلا مش لاقي الزوج او الشريك هو الصديق اللي انت تحكي معاه او تفضفض معاه، ولكن الطاقة دي انت هتخرج منها سريعا، بس لو اتمسكت بالامل، اتمسك بالامل في الله انك هتلاقي فعلا الشخص اللي انت بتدور عليه، وهتلاقي فعلا الصديق الحنون، وهتلاقي فعلا الناس اللي حواليك بيحبوك، هتلاقي طاقتك بتتغير على طول، هتلاقي الشيء ده حصل في حياتك مجرد ما انت فكرت فيه. ورسالة كمان بتقول انك بتفكر في شيء، فعلا بتحاول تجذب شيء، رسالتك بتقول كده. والشيء اللي انت بتفكر فيه قوي ده، لو ركزت عليه قوي هتجذبه لنفسك، يعني هتجيب الشيء اللي انت بتفكر فيه ده بقوة الجذب. انت عندك قوة جذب ناجحة جدا، لو عايز تجذب السعادة هتجذبها. انت ممكن تكون بتحاول تجذب السعادة، بتحاول تجذب المال، بتحاول تجذب شخص، بتحاول تجذب الأسرة، يعني انت في حاجة مركز عليها قوي اليومين دول، وحاطط هدف قدام عينيك وعايز تجذبه لنفسك. ولو انت عايز تجذب شيء معين زي ده، الرسالة بتقولك لو ركزت قوي وحاولت تعمل تأمل بجذب الشيء ده هتجذبه، لانك فعلا لما بتفكر في الشيء بتأني وبتفكر فيه بدقة بتجذبه لنفسك. ولكن لازم تخرج من شعور الوحدة اللي انت فيه ده، واعلم ان الله معك وملائكته معك، وكل شيء من جنود الله بيساعدك، حتى الارض نفسها بتساعدك، يعني ربنا مسخر لك الكون كله لمساعدتك. انت تحس بالوحدة ليه؟ ما تحاولش تشعر بالوحدة دي، لانك كده بتجذب الوحدانية لنفسك، وبتجذب الشيء السلبي لنفسك. حاول تخرج منها وتنتمي للعلاقات، ربنا بإذن الله هيجعل في طريقك العلاقات الصحيحة اللي هتخليك تنتمي لها بإذن الله، وهتكون أفضل من كده الفترة اللي جاية. ولكن جرب وحاول تجذب السعادة لنفسك زي ما بتجذب الشيء اللي انت حطه في دماغك دلوقتي، لانه هيتجذب، لانك فعلا مدقق فيه قوي. فانت حاول تفكر في السعادة علشان تجذبها لنفسك، حاول تفكر في الانسان اللي انت عاوزه هتجذبه لنفسك، حاول تفكر في الشيء اللي انت عايزه يتم على انه تم، وحط هدف قدام عينيك وركز عليه، وان شاء الله بإذن الله هيتم ليك زي ما انت عاوز. حتى لو كنت عايز هدف كبير جدا وفاكر انه مستحيل، لا، مفيش مستحيل على الله ابدا، ربك صانع المعجزات، وطالما ربنا معاك قول لي مين هيقدر يغلبك. طالما ربنا معاك ومسخر لك الملائكة ومسخر لك الكون كله لمساعدتك، تقدر تقول لي حد تاني هيقدر يغلبك؟
في شيء أو طاقة في الدنيا هتقدر تعارضك طالما ربنا واقف معاك؟ ربنا معاك وملائكته معاك وبيقولك اطلع من اللي انت فيه. مرشدك الروحي بيرشدك لأنك تطلع من الطاقة اللي انت فيها دي وتجدد طاقتك بالاستغفار. حاول تجدد طاقتك بكثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على سيدنا محمد، فهي بتبدل الحال من حال إلى حال أفضل. سبحان الله، سبحان مبدل الأحوال بالصلاة على سيدنا محمد والاستغفار. لو انت حاسس بزعل أو إحباط من أي شخص حواليك، الناس اللي حواليك دي ما تديهمش أي اهتمام، حاول انك انت عارف انك تعمل لهم حاجة كده زي كأنك مش واخد بالك، يعني زي ما بقولك انا مش عارفة اجيبها لك ازاي، بس هي انت ممكن تتجاهلهم. يعني لو انت حد بيتكلم قدامك كلام مستفز، كلام يضايقك بيه، حاجة كده انت مش قادر تستحملها، تجاهل الموقف. طيب ناس هتقولي اتجاهل الموقف ازاي مثلا وهم بيكلموني وبي مثلا بيزعقوا وبيعملوا حاجات كده غريبة، مش عارف اتجاهل الناس دي، مش قادر اخرج من اللي انا فيه ده. استغفر ربنا وامشي من قدامهم. يعني لو انت مثلا حد ضاغط على نفسيتك لدرجة جامدة، اذا كان زوج او اهل زوج او ابنة او مثلا ابن او مثلا ام او اب، اي حد ضاغط على نفسيتك، حاول تتجاهل الموقف بانك يعني بيتكلموا مثلا وانت حط دماغك في شيء تاني. لو مثلا هما بيتكلموا قدامك في موقف وفي بقى حاجات سلبية بتحصل قدامك فيه، ركز انت في شيء تاني سعيد، هتلاقي نفسك خرجت من الطاقة دي بسرعة ولا كأنهم كانوا بيتكلموا اساسا. بعد ما يخلص الموقف ده منك وتمشي من قدامهم، حاول تستغفر ربنا كتير، فالاستغفار بيجدد الطاقة وبيخلي الموقف اللي معاك يتبدل من شيء سلبي الى شيء ايجابي. دي بقى سبحان الله سحر من سحر الاستغفار وسر من اسرار الاستغفار، انك لو استغفرت ربنا كتير بتخرج من الطاقة دي باذن الله. لا، وبيبدلها لك للافضل، يعني بيبدلها لك بدل ما هي سلبي ايجابي. سبحان الله، هو والصلاة على سيدنا محمد بالصيغة الابراهيمية. وجرب كده وقعد في حتة لوحدك او قاعدة لوحدك او خلوة لوحدك بعد ما يحصل موقف معاك سلبي، وتحاول انك تستغفر وتصلي على سيدنا محمد بالصيغة الابراهيمية، اقسم بالله ان فيها سحر من سحر الصلاة على سيدنا محمد، حاجة كده تشبه السحر، ولا انا ما اقدرش اقول عليها سحر لان هي حاجة تشبه المعجزة. لما بتيجي تقرأ تقول الصلاة على سيدنا محمد بالصيغة الإبراهيمية، بتحس إن أمورك بتتيسر كده لوحدها من عند ربنا. طلبت شيء بتلاقيه جي أفضل منه، عايز الشيء ده بتلاقيه اتيسر الأحسن منه. سبحان الله، في شيء في الصلاة الإبراهيمية بإن هي بتخلي لك أمورك تمشي، والله حتى لو ذكرتها بأعداد قليلة، لكن كل ما تزيد في الأعداد في الصلاة الإبراهيمية والاستغفار، بتلاقي فعلا ربنا بيرسل عليك السماء مدرارا، بتلاقي ربنا فتح لك أبواب كانت يستحيل إن هي تفتح، بتلاقي حاجات اتيسرت أنت كنت مش متخيل في مخيلتك أنت توصل للشيء ده، فبتلاقيك وصلت وبكل سهولة ويسر من عند ربنا. فعلا معجزة من معجزات الله هي الاستغفار والصلاة على سيدنا محمد بالصيغة الإبراهيمية. أنا كده خلصت رسالة حبيب قلبي، يا رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.